بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نحاول اليوم إن شاء الله عز وجل الانتهاء من الفصل الثاني من الباب الأول في تناول المشكلات في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع المشكلة الاقتصادية، ووقفنا مع مشكلة الفساد الأخلاقي وغير ذلك. اليوم ننتقل إلى النظام الاجتماعي للدولة. النظام الاجتماعي للدولة أسسه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهيئ مجتمعا فاضلا قوامه الدين والأخلاق والقيم. فوضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأسس والمبادئ والقواعد التربوية للإنسانية لها صفة الشمول والعمق، وتحتضن الإنسانية كلها في كل عصر من العصور وفي كل وقت. ولأجل ذلك وجدنا هذا الوصف المنير في كلام ربنا يخاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة التي يجب أن نحولها إلى واقع ملموس في حياتنا، وأن نجسدها في تعايشنا، وأن نتمثل أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم في سائر تعامله مع الآخر. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، استفاد منها العلماء مفهوم الإنسانية، وهو ما حققه النبي في هذا النظام الاجتماعي. ولأجل ذلك نسمع كلام نبينا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، مطلق ناس. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من كل إنسان منا أن تتسع دوائر الخير فيه، فلا تختزل أيها الإنسان دوائر الخير في نفسك أو في أسرتك، بل إن رسول الله يريد أن تتجاوز دوائر الخير نفس الإنسان إلى أسرته، إلى عائلته، إلى مجتمعه، إلى وطنه، إلى الأمة كلها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإنسانية مفهوم واسع وعميق وشامل، ويشمل كل تعامل مع الآخر. تعالوا نتعرف على هذا النظام الاجتماعي من خلال علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخر، مطلق آخر. سياسة الدولة في التعامل مع الآخر. أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار النظام الاجتماعي سياسة الدولة في التعامل مع الآخر، سواء كان داخل الدولة أو خارج هذه الدولة. كان هذا الأساس على عدد من القيم والقواعد الإنسانية العامة التي تقوم على احترام الهوية الإنسانية، مطلق إنسان. لأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتشوف إلى الحرية، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رسوله حاطب ابن أبي بلتعة إلى مصر، وكان عظيم مصر في هذا الوقت المقوقس، عظيم مصر. لاحظوا هنا أن مصر في ذلك الوقت الذي أرسل فيه رسول الله رسوله حاطب ابن أبي بلتعة لعظيم مصر المقوقس، كانت مصر مستعمرة للدولة الرومانية. ملك الدولة الرومانية في ذلك الوقت هرقل. طيب، لماذا لم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة للمستعمر اللي هو هرقل، وإنما أرسله لصاحب الأرض الأصلي المقوقس؟ هذا دليل وإشارة دقيقة على أن النبي لا يعترف بالمستعمر، وإنما يعترف بصاحب البلد الأصلي، ويؤيد حرية الدول واستقلالها. تعالوا نشير إلى بعض هذه السياسة. سياسته صلى الله عليه وسلم مع المشركين المحاربين من قريش بعد الخندق. طيب، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما نعلم خرج ومعه أصحابه يقصدون مكة وهم محرمون، يسوقون هديهم إلى البيت الحرام. نسأل الله أن يرزقنا جميعا زيارة البيت الحرام. لا يحملون سلاحا، لا يرومون حربا، خرجوا يبتغون العمرة فقط. هذا ما خرج إليه رسول الله وخرج معه أصحابه. فإذا بقريش تتصدى له صلى الله عليه وسلم وتمنعه من دخول مكة، وعندئذ كان صلح الحدابية، وحضراتكم يدركون جيدا هذا الصلح وهذه المعاهدة وهذه الشروط. طيب، تعالوا نقرأ هذه الكلمات من الكتاب. ويصور مالك بن نبي بطريقة فلسفية أدبية هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته على بعض الشروط القاسية في تلك المعاهدة حسب ما هو مكتوب، ليبرز عمقا عقلانيا وقراءة مستقبلية لدى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول:
إن عمق آرائه صلى الله عليه وسلم ليحير أحيانا صحابته رضي الله تعالى عنهم أنفسهم، فإن أول عمل دبلوماسي أمضاه مع مبعوث مكة سيكون بالنسبة لبعض أصحابه موضع دهشة. لقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدة التي طبقت في الحال دون أن تكون ذات أثر رجعي، وبدا هذا النص العجيب وكأنما قد أتاح لمكة نصرا دبلوماسيا تذمر منه المسلمون. وفي اللحظة التي كان المبعوثون يتبادلون فيها وثائق التصديق، تقدم هارب مكي إلى المعسكر الإسلامي فطالب به رسل مكة في الحال، ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسلم بالواقع، مثيرا بذلك ذهول صحابته. وأعيد الأسير، ولكنه أثناء الطريق غافل القوم وهرب منهم وأوى إلى مكمن آخر احتمى به، وبعد قليل انضم إليه الكثير ممن هربوا من هذا الاضطهاد في مكة، وإذا بهؤلاء يعترضون قوافل قريش، فشلوا بذلك وفي زمن قليل تجارة قريش كلها، حتى إنها رأت أخيرا أن تتوسل راغمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى بالمؤمنين ويضمهم إليه. يبقى لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظفر بجميع امتيازات المعاهدة التي بطل منها الشرط الوحيد القاسي أبطله من وضعه ظنا منهم أنهم منتفعون به. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم القائد، الرسول القائد الذي يلقن أبطال ملحمته أسمى دروس الدبلوماسية والاستراتيجية الحربية، جاعلا من المسلمين بهذا التوجيه أعظم الفاتحين نزهة في الوقت الذي يعتبرون فيه أكمل المستنيرين في التاريخ، أي الذين أقاموا المعاهدة. فلم يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفوسا مؤمنة تقية فحسب، وإنما صنع عقولا مستنيرة، ومثل ذلك كان مع خيبر وكذلك في فتح مكة. إذن علينا أن نقرأ جيدا في هذه السطور كيف كان التعامل النبوي الكريم بهذه العقلانية والدبلوماسية والاستراتيجية مع الآخر. من مبادئ العلاقات الدولية في حال السلم، بناء على هذا التعامل فقد ظهرت مجموعة من المبادئ والضوابط للعلاقات الدولية في حال السلم، منها وبإيجاز شديد الانفتاح، ونقصد به التواصل والدعوة إلى التعاون والمشاركة في عمارة الأرض. وهذا المبدأ ذكره ربنا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، من هذه المبادئ أيضا مراعاة الجوار. العلاقات الدولية هي كالعلاقات الإنسانية، يجب مراعاة الجوار فيها، لأن للجوار حقوقا، وكل جسور تبنى للحوار والتعارف تبدأ من الجار. طيب، من هذه المبادئ أيضا دعم السلام، فالأصل في تعامل المسلمين مع غيرهم هو السلم، ولذلك حرص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كثيرا على دوام السلم والالتزام بالعهود فيه. فقد بدر من قريش عدة أمور تدفع لنبز السلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان متمسكا بالسلم كما حدث في صلح الحديبية. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طيب، تعالوا ننتقل إلى سياسته صلى الله عليه وسلم في التعايش مع أهل الكتاب خارج المدينة. نحن إذا ركزنا في سيرة النبي نجد أن هناك تعاملا من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في مكة، وتعامل من النبي وأصحابه مع الحبشة، وتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة، وتعامل من النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياة النبي في المدينة. إذا ذكرنا هذه النماذج الأربعة، تعايش النبي في مكة قبل الهجرة، التعايش في الحبشة، التعايش في المدينة في بداية الأمر، التعايش في المدينة في نهاية حياة النبي، ندرك بعمق هذه السياسة الرصينة في التعايش مع أهل الكتاب ومع المشركين وغيرهم. يلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا هنا بقى التعامل خارج المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم عقد الكثير من المعاهدات والاتفاقيات مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يعيشون خارج المدينة. ومن هذه العهود والاتفاقيات ما قام به صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، والذي فتح لهم المسجد النبوي بعد ذلك.
كانت أيضا هناك العلاقات السلمية مع الحبشة، والتي ظلت قائمة قرونا طويلة دون معاهدة مكتوبة، حيث كان الموقف العام من المسلمين للحبشة هو مقام الشكر لما قاموا به وقدموه للمسلمين في بداية الدعوة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بنفسه على خدمة بعضهم حينما كان اللقاء معه. طيب، من أساسيات التعامل أيضا مع الآخر الاقتباس من الغير بما يناسب مصلحة الأمة. الإسلام ينظر للاختلاف كطبيعة وسنة كونية، فهو لا ينظر على أنه انحراف أو منكر، بل هو طبيعة إنسانية متأصلة. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبناء على هذه الرؤية الكلية الشمولية، فقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاختلاف في حد ذاته على أنه رحمة، وعلى أن التعدد في زوايا النظر يؤدي إلى إخصاب الفكر والواقع الإنساني بل والمشهد البشري على الأرض كلها. يبقى خلي بال حضرتك إن الإسلام هنا دائما يعني يؤكد على التعددية، وينبذ الصراع، ينظر إلى فقه الاختلاف وليس فقه يعني الضغيج، يرى أن هذا الاختلاف وهذا التنوع هو شيء متأصل وليس انحرافا أو منكرا، يرى أن هذا المشهد البشري مع زوايا الاختلاف المتعدد يعود على المشهد البشري بالخير والرحمة إلى غير ذلك. الإسلام يقبل الآخر ذاتا وفكرا بناء على أن الآخر أمر واقع، وأن الاختلاف مع الآخر أمر واقع. ومن ثم وجدناه صلى الله عليه وسلم يعطي لنا نموذجا رصينا في حل المعضلات من خلال مشروعية الاقتباس من الغير. يعني مثلا نحن إذا ذكرنا معا حفر الخندق، هذا المثال من أين أتت الفكرة؟ من سيدنا سلمان الفارسي. يعني فكرة حفر الخندق فكرة اشتهر بها الفرس، وهم عباد نار ليس لهم كتاب، لكن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن الإسلام لا يقف موقف الرافض للمذاهب العصرية في السياسة والاقتصاد والأدب والعلم وكذا، بل للمسلمين أن يقتبسوا منها ما دام فيها الخير للأمة والمصلحة لدينهم ودنياهم. هذه تجربة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بها الأمة إلى الاستفادة من الحضارات الأخرى وإلى الاستفادة من الحكمة حيثما وجدناها ما دامت تتناسب مع مصلحة الأمة ولا تصادم نصا لا في كتاب ولا في سنة مشرفة. ولكن ينبغي أن ننبه هنا، حتى نحسن الاستفادة من الحضارات الأخرى لا بد من إدراك الواقع المعيش، لا بد من إدراك عالم الأشخاص، لا بد وأن نفرق بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الطبيعية، لا بد وأن ندرك عالم الأشياء عن طريق التجربة، لا بد وأن ندرك عالم الأحداث وكيف أن يكون لها أثر وتأثير علينا، لا بد وأن ندرك عالم الأفكار وأن يكون هناك الانتقاء الواعي، يعني ليس قبول بإطلاق وليس رفض بإطلاق وليس قبول أو انتقاء عشوائي ولكن الانتقاء الواعي. يبقى حتى نستفيد من حضارات الآخرين بما يتناسب مع مصلحة الأمة وبما لا يصادم نصا، فعلينا أيضا أن ندرك الواقع المعيش لأنه جزء لا يتجزأ من عملية بناء الحضارة. ومن ثم وجدنا الصحابة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتبسون بعض النظم المالية والإدارية من الفرس أو الرومان أو غيرهم ما دام يحقق لهم المصلحة وما دام لا يصادم كما ذكرنا أصلا ولا نصا. ننتقل إلى فقه الأمانة ومحاربة الفساد. بإيجاز شديد، الله سبحانه وتعالى جعل ميزانا في هذا الكون، هذا الميزان افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي. الفساد معناه قلب هذا الميزان. يعني إيه؟ يعني أن تجعل افعل ما كان لا تفعل، وأن تجعل لا تفعل ما كان افعل، فما أمر الله به لم تأتي، وما نهى الله عن ارتكبته، هو ده اسمه الفساد. يبقى الفساد كده في أدق معانيه قلب الميزان الإلهي، أن تجعل افعل ما كان لا تفعل ولا تفعل ما كان افعل. الفساد صناعة الشر والقبح، الفساد الخروج عن الإنسانية، الخروج عن المنطقية. الفساد هو ألا تكون لديك حكمة، ألا يكون لديك سكينة، ألا تدرك مقاصد الشرع الشريف، ألا يكون عندك فهم لإدراك الواقع إلى غير ذلك من الأمور. فحين نقول فقه الأمانة ومحاربة الفساد، يبقى علينا أن ننتبه هنا
النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله سائل متى تقوم الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ونحن نحفظ كلام نبينا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولأهمية الأمانة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا أمانة به. انظر كيف ربط النبي بينها وبين الإيمان، بين الأمانة والإيمان، أي لا يكمل إيمان المؤمن إذا لم يكن عنده الأمان. مشكلة الأمن الاجتماعي. الدولة إذا تحولت إلى مجموعة من الطوائف والأطياف فإن ذلك دلالة على هدم وحدة هذه الدولة، يسهل بعد ذلك اختراقها من أي جهة أخرى، تضعف قواها، لا تستطيع أن تقاوم فيما بعد. هذا من شأنه أن يقوي التدخل الخارجي فيتمكن من النفوذ والاختراق لأمن المجتمع ولأمن هذه الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في المدينة مزيجا إنسانيا متنوعا. حين وجد هذا المزيج الإنساني المتنوع في الاعتقاد والانتماء والتعايش وغير ذلك، ماذا صنع رسول الله؟ وفق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الانتماءات، وفق النبي بين هذه الاتجاهات، بين المؤمنين بدين وبين الوثنيين، وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين أن أهل المدينة جميعا أمة واحدة، سلمهم واحد وحربهم واحدة، بل إننا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصل لهوية الدولة الإسلامية. كيف ذلك؟ التي تتجلى فيها المواطنة الكاملة في الحقوق والواجبات، وهي الهوية التي تكفل وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وهو ما ذكرناه سابقا في المواطنة. طيب، من الأمور أيضا حرية العقيدة وما يترتب عليها. نحن عندنا النص الشريف يقول لا إكراه في الدين. من اللحظة الأولى التي ظهر فيها الإسلام قبل الهجرة ب13 سنة قرر أنه لا إكراه في الدين. فالمسلمون دائما يتركون لمن عداهم حرية الاختيار، ويعلنون قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويترتب على هذا الأمر حرية الاعتقاد، كما يترتب على حرية الاعتقاد تجريم أي مظهر للإكراه في الدين أو الاضطهاد. فللمواطنين ما يشاءون من اعتقاد، ولهم كذلك حرية إقامة شعائرهم دون أن يمس الآخرين بأذى. يترتب على هذا المفهوم التلاحم بين أفراد المجتمع، ونبذ الفتنة الطائفية، وتحقيق اللحمة الوطنية الواحدة داخل الوطن، مع احترام العقائد بين الجميع. كما أن الإسلام يترفع عن معاني الظلم والإيذاء، ويضفي خصائصه الحضارية الموسومة بالرحمة والتعايش السلمي والحب وسائر القيم الأخلاقية مع أهل الديانات الأخرى. ولذلك نقول إثارة المشاعر الدينية بهدف تفكيك أواصر المجتمع والقضاء على وحدته أمر مرفوض. فالمنهج الإسلامي يكرم الإنسان مطلق إنسان، والمسلمون يؤمنون بذلك إيمانا عميقا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. النفس الإنسانية لها كرامتها، لا حرمتها، لا حقوقها، بل إن أي اعتداء عليها هو كالعدوان على مطلق الإنسانية. قال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن هذا أيضا من الأمور التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأوا جيدا في يعني أهل الذمة و عقد الذمة، وكيف كانت الشريعة تصون نفس الذمي وماله وتحكم له بالقصاص من قاتله، إلى غير ذلك من الأمور. دعونا ننتقل الآن إلى أمر آخر، وهو نبذ العنف والدعوة للسلام واحترام الإنسانية، مما يعضد ما سبق من تعامل رصين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع الآخر، سواء كان داخل المدينة أو خارجها. العنف مفهوم سلبي، وهو مفهوم مرفوض في الأديان ومرفوض في القيم الإنسانية وفي الحضارات الراقية، لأن العنف ما هو إلا استعمال سلبي للقوة، يحولها من طاقة ضرورية للإنسان لبناء ذاته لبناء حضارته إلى طاقة تدمير. وأتصور أن للعنف أنواعا،
منها الفكري ومنها النفسي ومنها الجسدي. العنف الفكري يقصد به إغلاق الفكر على مفهوم واحد فقط، إلزام الآخر قولا واحدا بشيء من التشدد، عدم قبول مجرد المناقشة من الآخر مع ما يعتقده. يبقى كأن العنف الفكري ده إنسان عايز يمحو الآخر معنويا، يعني عايز يصهره وكأنه غير موجود أصلا في كل المجالات بقى، في منظومة القيم، في حقوق الإنسان، في الدين، إلى غير ذلك من الأمور. وبالتالي هو لا يقبل الآخر، وكأن كلامه وأفكاره هي أفكار مقدسة لا تقبل مجرد الحوار أو الاختلاف. وهنا علينا أن نفرق بين نوعين من الاختلاف، اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع ده معناه أن تختلف طرقنا وأساليبنا ولكن الغاية واحدة. أما اختلاف التضاد ده معناه نفي الآخر، معناه عدم الاعتراف به، معناه الفكر، عنف الفكر اللي احنا بنتكلم عنه ده. فكأن الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، أما الخلاف أن يكون كلاهما مختلفا. احنا بقى عايزين نحقق اختلاف التنوع وليس اختلاف الايه التضاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسته وتعامله مع الآخر قد بلغ من السماحة ومن الرؤية المستنيرة حدا لا نظير له، ولذلك علمنا الكثير من الأمور. علمنا صلى الله عليه وسلم أن نتعلم ثقافة الاختلاف ونترك ثقافة الخلاف المطلق. علمنا أن نتعلم اختلاف التنوع ونترك اختلاف التضاد. علمنا أن نتعلم ثقافة الحوار ونترك ثقافة الضجيج. علمنا أن نتعلم ثقافة التدبير ونترك ثقافة التبرير. علمنا أن نتعلم قبول الآخر ونترك نفيه وعدم الاعتراف به. علمنا أن ندعو إلى السلم والأمن وأن نترك العنف بأنواعه. علمنا أن نغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. يبقى خلي بال حضرتك، نبذ العنف، الدعوة للسلام، احترام الإنسانية، إذا كان العنف مفهوم سلبي ومرفوض في الأديان والحضارات الراقية فإن العنف له أنواع. العنف الفكري، يبقى خلي بال حضرتك زي ما ذكرنا العنف الفكري، هنا إحنا نتعلم ثقافة الاختلاف، اختلاف التنوع وليس نفي ليه الآخر. طيب في نوع كمان وهو العنف النفسي. العنف النفسي يقصد به كل ما من شأنه أن يروع النفس الآمنة وأن يخرجها عن أمانها وعن استقرارها وعن اطمئنانها. الإسلام جاء ليحقق مقاصد شريفة، جاء ليؤصل لحفظ وصيانة الإنسان باعتباره نفسا وعقلا، جاء يحقق له العصمة في ماله وفي دمه، وكل ما من شأنه أن يخرج عن هذا الإطار الذي أراده الإسلام فهو من باب الترويع لتلك النفس الإنسانية. يبقى العنف النفسي ده اللي فيه الايه اللي فيه التروية. تعالوا كده نسمع لكلام سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو يروي لنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حريصا على عدم جرح المشاعر وعدم حمل الإنسان أي ضجيج نفسي أو ذهني، فما الظن بما هو أكبر من ذلك. يبقى الإسلام يرفض العنف الفكري ويرفض كذلك العنف النفسي. النوع الثالث العنف الجسدي، ويقصد به كما نعلم كل ما من شأنه أن يحدث الإيذاء الجسدية من جرح أو قتل أو غير ذلك. ونحن نعلم أن الإسلام جاء ليحفظ على الإنسان إنسانيته، دعا إلى احترام الإنسان، كل إنسان، عدم إيذاء الإنسان بأي شكل من أشكال الإيذاء. ومن هنا كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على معاني المحبة والإنسانية وقبول الآخر والتفاوض والوئام والتعاون والتآلف، كما نهى وحذر من المساس بالإنسان والاقتراب من الإيذاء الجسدي. فالمسلم معصوم الدم والمال، لا ترفع عنه هذه العصمة إلا بإحدى ثلاث. تعالوا نتعرفها من خلال كلام سيدنا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. كما أن الإسلام دعا إلى البعد عن العنف وقتل الآخر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. بل وأصل النبي صلى الله عليه وسلم للتسامح باعتباره شرطا من شروط تحقيق السلام ونبذ العنف، كما نجده صلى الله عليه وسلم
يطلب من الصحابة الكرام ومن سائر أتباعه الالتزام بالسلوك العادل الذي لا يقبل بالآخر فحسب، بل يحترم ثقافته وعقيدته وخصوصياته. بناء على هذا الأمر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حلا لمشكلة أخرى، وهي مشكلة العنصرية. هذه المشكلة التي يكون فيها التمايز الطبقي أو العنصري أو العرقي أو اللوني، فالناس حسب المبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواسية كأسنان المشد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبه الأمة إلى قبول الآخر بتأسيس علمي وواقعي. كيف ذلك؟ حينما رفض كل أشكال العنصرية تجاه الآخر، كما أنه صلى الله عليه وسلم رفض تصنيف الآخر بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الاعتقاد أو غير ذلك من المسببات غير الاختيارية. وبالتالي لا يمكن أبدا أن يكون في ظل التصور الإسلامي موقف يرفض الآخر أو يؤدي إلى تسويغ العنف ضده. وانسجاما مع أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نرى هذا الموقف المنير لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين يقول عن سيدنا بلال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.